نرحب بكم مهرجان اسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته 36 باسم الفنان عزة العلايلي. تعالوا معانا نشوف لقاءاتنا جوه المهرجان. هو زي ما حضرتك قلت، هو فعلا مش بس ولاد فريد شوقي اللي ما لقوش فرصه، كل اولاد الفنانين. يعني للاسف في سويتش حصل في المهنه سريع قوي قوي قوي. يعني انت دلوقتي احنا بنقول ازاي الفنانين المخرجين الكبار قاعدين، النجوم الكبار قاعدين، في حاجه حصلت قلبت الموازين. احنا مش عارفين لغايه دلوقتي ان شاء الله هنوصل الموضوع فين بالظبط، اوله ان شاء الله بالظبط ان شاء الله. يعني فهي في مشكله حصلت. فريد شوقي كان وصله ما بين الاجيال بالظبط كده، ما بقاش فيه الوصله دي لان الجيل مش هفهم حد. يعني عشان في حاجه، هو قرر انه يقطع ايده دي ويقطع ايده دي وانا ماشي لوحدي. فهو ده اللي مش عامل اللينك، مش عامل استمراريه للفن. يعني مش ممكن مثلا فيلم ما فيهوش اب وام وناس كبار وهو لوحده، يعني صعب. يعني هنعرف الاسباب ان شاء الله، كل حاجه ليها سبب. يعني وانا الحمد لله انا كان امنيه حياتي فعلا زي ما حضرتك قلت ان افلام فريد شوقي تقدم، وكان فيلم اهو من شربات بدايه ليا. وممكن يمكن بعد ما عملت الفيلم جه ابويا قال لي انت هتكملي في التمثيل ولا عندك راي تاني ولا ايه؟ هو عارف طبعا ان انا بعشق التمثيل، ان انا زنيت عليه وزهقته لغايه ما وافق ان انا امثل. فقلت له لا طبعا. قال لي يبقى تخشي الباب الشرعي للتمثيل وهو المعهد العالي للفنون المسرحيه. وفعلا هو اللي خد الورق في الثانويه العامه وراح وقدم لي، كان راجع في منتهى السعاده. قال لي رجعتيني سنين لورا، وكان مبسوط. وعمل نفس القصه مع عبيد لما برضه جت تقدم الاختبار. هو الفن بالنسبه لفريد شوقي حاله مش طبيعيه. يعني كل الناس ممكن يبقى الاسره عندها رقم واحد، فريد شوقي عنده الفن رقم واحد ثم الاسره. ومع ذلك احنا رقم اثنين وكنا حاسين ان احنا رقم واحد برضه، حاجه غريبه. هو يعني عنده وقت ان هو يعطي، وده مش موجود عند اي حد. وابتديت فعلا امثل، لكن مثلا زعل مني لما عملت دور راقصه في فيلم، فاستغربت. يعني انت فنان وما كنتش لابسه حاجه مفتوحه، يعني بالعكس انا كنت يعني الموضوع ما فيهوش اي حاجه يعني، ومع ذلك زعل، لا ما حبكيش تعملي دور زي ده. استغربته لان هنا الاب اللي غلب على الفنان. فلا فريد شوقي انا لغايه دلوقتي مفيش بلاتو بخشه، مفيش مكان ما بخشوش، مفيش حكاوي عن فريد شوقي وعن خفه دمه. يعني استاذ فاروق الفيشاوي الله يرحمه، ده يعني حبيب عيله فريد شوقي كلها، لانه الحب بينهم كان فظيع. واحنا بنعمل مسرحيات الملك لير في البروفات، هو ملوش دعوه بالملك لير، هو بيناديني تعالي يا بنت الملك تعالي احكي لك، ويقعد يحكي لي ونضحك ونهزر. فلا طبعا يعني فريد شوقي الكلام فعلا عنه لا ينتهي. فريد شوقي 100 سنه مرور على مولده. فريد شوقي يستحق أكثر بكتير من كل ما التكريمات وكل ما يحدث حاليا. أتمنى من الدولة إنها تهتم بالفنانين أكثر من كده، لأن بجد الفن هو القوة الناعمة. الفن لازم يبقى للشباب، يبقى فيه قدوة، لازم يبقى فيه حد. يعني فريد شوقي كانت الناس بتقلده زمان، بتقلده بجدعنة ابن البلد بيبي، فين ده دلوقتي؟ ده مش موجود. مش عارفة يعني لازم نوصل لأن الفن
له الأولوية. بس